السلام عليكم. اليوم راح اشرح مزمة الـ GIT symptoms او شنو هي المشاكل اللي ممكن تصير عندي بالـ GIT اللي هو الجهاز الهضمي gastrointestinal tract. اول مشكلة ممكن انه انا اواجهها هي الانوركسيا والويت لوس. الانوركسيا هي معناها فقدان للشهية، والويت لوس هي يقصد بيها انه صرف للطاقة الـ energy expenditure expenditure يعني معناها استهلاك للطاقة excessive calorie intake يعني أصرف طاقة أكثر من كمية الكربوهيدرات اللي موجودة بالجسم أو كمية الكربوهيدرات اللي دا أخذها من الدايت. هاي يقصد هذا ما يقصد بالأنوركسيا والويت لوس. زي شنو هي الشغلات اللي تسبب عندي الأنوركسيا والويت لوس؟ عندي خمس مسببات. السبب الأول اللي هو راح يكون الدايبيتس ميليتس تايب 1. النوع الثاني الهايبر الكيسز الثانية عفوا هي الهايبر ثايرويدزم يعني زيادة في إفرازات هرمونات الغدة الدرقية، والمال أبزوربشن. المال أبزوربشن هي يقصد بيها إنه البيشنت بياكل كمية من الدايت والجسم بيوصل لهذا الدايت، لكن الجسم فاقد القدرة إنه هو يمتص العناصر الغذائية الموجودة بالدايت. أما بالنسبة للسبب الرابع اللي هو ديورتيك ثيرابي. الديورتيك ثيرابي يقصد بيها العلاجات المدررة للبول، هي السبب كذلك عندي هاي المشكلة. والسبب الأخير اللي هو الخامس اللي هو السيفير بيرنس يعني الحروق العميقة جدا أو الحروق اللي هي تكون حالتها جدا خطرة، هي كذلك سبب هذا الشيء. أما بالنسبة للموضوع الثاني اللي هو الديسفاجيا اللي أو كذلك نسميها الديفيكولت بالسوولوينج الصعوبة في البلع، كذلك إلها مسببات. السبب الأول اللي هو ممكن يكون أورالي، وجود مثلاً في بالماوث إنفكشن أو موجود عندي ألسر. السبب الثاني اللي هو يكون عندي نيوروجيكال. النيوروجيكال اللي هو يكون السبب في شيء يعني عصبي اللي هو بنوعين. النوع الأول الستروك اللي يقصد بها السكتة الدماغية. السكتة الدماغية هي عبارة عن كونديشن تصير نتيجة للبور بلود فلو تو برين، يعني البين مدى يوصل له البين العفو والبرين مدى يوصل له فد كمية من البلود كافية تخليه يسوي الوظيفة مالته بصورة صحيحة، وبالتالي بما انه ما وجد عندي بلود سبلاي كافي رح يسبب عندي سيل ديث لان مدى يوصلها بلود سبلاي، وبالتالي رح يسبب عندي انه البرين نوت فانكشنال بروبلي يعني البرين ما رح يكون يسوي الوظيفة مالته بصورة صحيحة. النوع الثاني بالنيوروجيكال اللي يسبب عندي صعوبة بالبلع هو البالبر بالسي. البالبر بالسي معناه هو كترجمة الشلل البصلي، واللي هو أكثر مسببات اللي ممكن يسبب لي هذا الشلل هو الكندي ديزيز اللي هي تكون الأمراض الوراثية. عندي ملاحظة هنا أنه أهم أعراض هذا الشلل هو صعوبة بالبلع. طبعا يصاحبه الكثير من الأعراض مثل الصعوبة بالمضغ والصعوبة بإخراج الكلمات وإلى آخره. هاي بالنسبة للسبب الثاني الكيسز الثانية. الكيسز الرابعة هي النيورو ماسكولر عندي فتحالة نسميها الإكليجيا. الإكليجيا هي معناها ارتخاء، لكن هذا الارتخاء وين يصير؟ هي عملية ارتخاء وأحد الأمراض اللي هي تسبب خلل بحركية المريء، حيث انه ممكن يسبب عندي التهاب مريء. فبالتالي اذا صار عندي التهاب مريء راح يسبب عندي ركود. واهم علامه طبعا للإكليجيا هي صعوبه بالبلع مثل ما قلنا موجوده عندي بالبلبر فاسي، كذلك اهم علامه هي صعوبه بالبلع. زين ممكن هاي الإكليجيا ممكن تتطور عندي وسبب عندي الكثير من الكومبلكشن، اهمها ممكن يسبب لي تقرحات ونزيف. السبب الرابع اللي هو راح يكون عندي الميكنيكال راح يسبب لي الايزوفيجيال كانسر راح يسبب عندي الميكنيكال، يعني فد شيء حركه فد شغله يعني حركيه. زين هسه نجي هنا للموضوع الاخر اللي هو راح يكون الهارت بيرن معناها الحرقه في المعده. الحرقه بالمعده هي تكون سببها كالتالي. السبب مالتها انه الاسيد مالت المعده، احنا كنا نعرف انه الاسيد مالت المعده ماكو احد يتحمله باعضاء الجسم غير فقط المعده، يعني هي متكيفه على هذا الاسيد، وبالتالي اذا طلع عندي هذا الاسيد خارج
خارج المعدة راح يسبب عندي هاي الحرقة، وطبعا تتبع الكثير من المشاكل، ممكن يسبب عندي تمزق بالإيزوفيروس وإلى آخره، فهذا يحصل به الحرقة في المعدة. زين، شو وقت ممكن تكون هذه الحرقة بالمعدة يعني تكون بصورة أساسية موجودة؟ راح تكون لما يكون عندي البيشن عنده توسع بالفتحة اللي هي موجودة بين المعدة وبين الإيزوفيروس. هذه راح تكون سببها شنو؟ انه الاسيد ماتي راح يصير بباك، راح يرجع من المعدة للإيزوفيروس بسبب عندي هذه الحرقة. هاي احد الاسباب. الموضوع الوراء اللي هو الديسبيبسيا، الديسبيبسيا معناها هو سوء الهضم. طبعا هذا سوء الهضم راح يتبع البين وكذلك الديسكونفورتبل، راح تكون متركزة بالأبر أبدومينال، تكون موجودة عندي بالأبر أبدومينال. زين، شنو هي الشغلات اللي ممكن تسبب عندي سوء بالهضم؟ اول واحد اللي هو راح يكون الجاسترو ايزوفيجاس ريفلكس ديزيز. طبعا هذا نفس اللي شرحته قبل شويه بالسلايد اللي قبله، انه راح يصير عندي الاسيد مالت المعده راح يرجع الى الايزوفيجاس بيسبب لي هذه الحرقه، وكذلك وهو نتيجه شنو هو صاير نتيجه لسوء بالهضم. السبب الثاني ممكن يكون عندي بواسطة البيبتيك ألسر، يعني موجودة عندي في التقرح في المعدة فيسبب عندي هذه سوء الهضم. السبب الثالث اللي هو الفانكشنال ديسبيبسيا. الفانكشنال هو معناه فتسمبوتيمس، هي شيء متجمع، فصاير عندي الفانكشنال ديسبيبسيا لح ينتج عندي الستومك بين وكذلك الديسكونفورت، وكذلك ممكن يسبب عندي الناقة، ممكن يسبب عندي غثيان، ممكن يسبب عندي البلوتينج انتفاخ، وكذلك ممكن يسبب عندي البلاتشينج اللي هو التجشع. بعدين نجي لموضوع الناقة والفوميتينج. الناقة والفوميتينج وحدة تختلف عن الثانية بالتالي. أول شيء الناقة، الناقة هي sensation of the feeling sack، يعني هو الشعور إنه أنا مريض، شعور إنه أنا محتاج إنه أنا أتقيأ بس ماكو شيء خرج. أما بالنسبة للفوميتينج هي معناها expulsion، يعني عملية طرد للgastric contained by the mouth، يعني هي عملية استخراج مكونات المعدة بواسطة الفم. هذا الفرق بين الناقة والفوميتينج. شنو هي الشغلات اللي ممكن تسبب لي الغثيان أو القيء؟ هي أول واحد الديسبيبسيا، واحدة من الأسباب مثل ما شرحناها قبل شوية سوء الهضم. السبب الثاني اللي هو يكون عندي البيبتيك ألسر. السبب الثالث الجاستريك أوتليت بايلور أوبستراكشن. شنو يقصد بهاي؟ البايلوريز أوبستراكشن معناها هي مرض يعوق آلية إفراغ المعدة بصورة طبيعية، يعني المعدة غير قادرة على إن هي تفرغ محتوياتها بصورة طبيعية. ليش؟ شنو السبب؟ لأنه موجود عندي انسداد بين البايلوريز والدودينام. البايلوريز هي المنطقة طبعا بالمعدة اللي تتصل بالدودينام اللي هو 12 أو جزء من أجزاء الأمعاء. ممكن هذا الانسداد هو يكون سببه موجود عندي في مرض حميد أو مرض خبيث. السبب الرابع اللي هو الجاسترو انترايتس، يعني التهاب بالمعدة أو التهاب بالأمعاء. شنو هو هذا السبب مالته؟ السبب مالته انه اللايننج مال انتستاينال هي اللي حيصير موجود عندي بيها انفلاميشن، صاير انفلاميشن باللايننج مالت الانتستاينال، يكون سببه يا اما بكتيريا يا اما فيروس يا اما باراسايت. الموضوع الوراء اللي هو الكوليسايتيسيس، الالتهاب المرارة، يقصد به التيمسيس. الهيماتيمسيس معناها هو الدم، أو معناها هي الفوميتينج بلاد، يعني البيشنت يتقيأ دم. إلها طبعا فد العديد من المسببات. أول شيء إذا كان عندي مكان خروج الدم يكون بالأباف، يعني بالجزء العلوي من الإيزوفيجاس، رح يسبب لي الإيزوفيجيال فارس. عفوا، هذا الفيروس هو شنو؟ هو في حاله يصير بيها توسع عندي بالسب ميكوزال فين، عندي في السب ميكوزال فين موجود عندي باللور ثيرد اوف ذا ايزوفيجاس. اذا صار عندي توسع بهذا الفين راح يسبب عندي الهيماتيمسيس، او ما نسميها بالفوميتينج بالبلاد، يعني فوميتينج يصير عندي يعني اتقيأ دم. طبعا هاي الحاله اذا ما تعالجت ممكن تسبب عندي نزيف، وبالتالي ممكن تكون فيتال.
أما بالنسبة إذا كان عندي بالجزء السفلي اللي هو بالبيلو بالجسترال إيزوفيغاس إسفينتر، فهاي ممكن تسبب لي هذه الكونديشن، ممكن تسبب لي ما يعرف بالمالوري ويسس تير. يعني شنو معناها؟ هذه الكونديشن هي عبارة عن تير يصير عندي بالتيشيو of the lower إيزوفيغاس. هذه ممكن تتسبب الصيغ شو وقت تصير هاي الحالة؟ إذا كان عندي violent coughing or vomiting، يعني التقيؤ لما يكون عندي جدا قوي أو القحة تكون قوية، فهذا رح يسبب عندي فتير بالتشيو، فينتج عنده ينتج منه إنه البيشنت يتقيأ دم. طبعا هذه الحالة إذا ما تعالجت ممكن تسبب لي أنيميا، سبب عندي فتيك شورتنس بالبريثينج، وكذلك ممكن تسبب عندي شوك. زين، شن هي المسببات اللي سبب عندي هذه الفوميتينج البلاد إنه أنا أتقيأ دم؟ اللي هي الغاستريك ألسر، الإيزوفيغايتس والغاسترايتس، يعني التهاب بالمريء أو التهاب بالمعدة، أو ممكن سببها يكون كانسر. هسه نجي للموضوع الآخر واللي هو للأبدومينال بين. الأبدومينال بين عندي الفيزيرال أبدومينال بين، هو الواحد هو هذا اللي حيكون ناتج عندي من الديستنشن of the hollow organ، ناتج عندي من الانتفاخ للأعضاء الموجودة عندي بالأبدومينال. النوع الثاني اللي هو السموث ماسلز كونتراكشن، ممكن يكون عندي تقلص بالسموث ماسلز فيسبب عندي هاي الآلام. أما بالنسبة للنوع الثالث اللي هو السوماتيك بين، هذا السوماتيك بين هو يكون عندي ناتج من التهيج اللي يصير عندي بالبروتونيوم. البروتونيوم هو عبارة عن غشاء يغطي معظم الأبدومينال بين، فمن يصير عندي تهيج بي لح يصير عندي السوماتيك بين، فيسبب عندي هو نوع من أنواع الأبدومينال بين. هسا نجي هنا للأنواع الثلاثة اللي هو الهاند جات والميد جات والفور جات. أول شيء الهاند جات هي عبارة طبعا عن posterior portion of the alimentary canal، هي الجزء الخلفي من القناة الهضمية. هذه شنو نوع طبيعة الألم اللي صار بها؟ أول شيء الألم اللي حيصير بها هو عبارة عن pain localizes to the suprapubic area، موجودة عندي في المنطقة اللي لح تكون وينها صار المنطقة، هي منطقة تصير باللور abdominal، يعني تصير بالجزء الأسفل من البطن قريبة من البلدر، تكون قريبة على الانتستينال أول شيء على الأمعاء، ثم قريبة على البلدر اللي هي المثانة. أما بالنسبة للميد جات شنو طبيعة الألم اللي حتكون بيها؟ البين اللي حيقول لك هنا اللي هو localized to the perimapical، يعني يكون القريب حول السرة، اللي حتكون حول السرة هي متركز البين. أما بالنسبة للفورجيت فهو عبارة عن البين localized to the epigastric، طبعا الفورجيت نعرف أن هي عبارة عن anterior portion من elementary canal، الجزء الأمامي من الكنال، وبالتالي فالألم مالته راح يكون الإبيجاستريك، يعني متركز بالإبيجاستريك. شنو هاي الإبيجاستريك؟ هي عبارة عن المنطقة اللي تكون the upper central region of the abdominal، راح تكون الجزء العلوي. بعدين هسه نجي هنا للابدومينال بين نكملها اللي هي الابيجاستريك بين. الابيجاستريك بين هي increases on the hunger and relief on the drinking milk، يعني راح تزداد لما يكون البيبل تكون جوعانه، راح يصير بها هذا الالم، وراح يصير بريليف هذا الالم لما نشرب حليب. طبعا هذا الألم ممكن يخلي البيشنت يستيقظ من ساعتين إلى ثلاث ساعات من النوم مالته. النوع الثاني من الألم اللي هو كلوكي بين، اللي هو نسميه ألم القولون. هذا ألم القولون هو ممكن يكون سبب رينيال، ممكن يكون سبب كلوي، أو يكون راديشن فروم ذا باك، يكون متهيج من الظهر ويتجه نحو التستس أو بيلوري كوليك. طبعا الاول يقول لك from right hypochondrial الكوندرال region. هاي الهايبوكوندرال region هي عبارة عن منطقة تكون موجودة بال each side of the abdominal، تكون تحت الفولس ريبس طبعا تحت الأضلع، وتكون بجانب الابيجاستريك اللي هو طبعا الجزء العلوي الوسطي من الابدومينال. أما بالنسبة للنوع الأخير اللي هو السوبرا بيوبيك بين، هذا ممكن يكون سبب مات الجاينوكولوجي. الجاينوكولوجي اللي عبارة عن أمراض النسائية، أو تكون بسبب اليونيري بلادر، أو تكون بسبب المثانة.
الموضوع الوراء اللي هو الويند. الويند معناها هي الروائح. أول شيء هي راح تكون نتيجة لريبيرتد بلاتشينج، يعني معناها تجشؤ بطريقة متكررة، أو إكسسيف فلاتس يعني خروج الروائح بصورة يعني زيادة، أو تكون عندي نتيجة الأبدومينال ديستينشن انتفاخ البطن. طبعا عندي فتحالة نسميها البور بوري جماي. هذه الحالة هي تكون عبارة عن ساوند، هي طبعا عبارة عن صوت ناتج من وجود الغازات والفلويد اللي تتحرك على طول الأمعاء، فسبب عندي هذا الصوت. هسه نجي للأبدومينال ديستينشن. الأبدومينال ديستينشن أول واحد يعني انتفاخ البطن ممكن يكون إلى العديد من الأسباب. أول شيء السبب الأول هو أما يكون الفات اللي هي الدهون أو السمنة، واللي هي تصير دائما في الإكسيزيف الكحول، يعني الناس المستهلكين للكحول بكمية كبيرة ممكن يصير عندهم فات، وبالتالي رح يكون عندهم أبدومينال ديستينشن. النوع الثاني اللي هو الفلاتس اللي ما نسميه بريح البطن، هو يكون سببه obstruction. عندي فد obstruction صارت فسبب عندي هذه الريح، أو يكون عندي الفسيسس، فسيس العفو، اللي هي الفضلات. الفضلات هي تكون نتيجة الobstruction كذلك، أو تكون بسببها الconstipation أو اللي هو الإمساك، ما يسمى بالإمساك. أو الفاكتور الرابع اللي هو يكون عندي fluid اللي هو ascites، يعني استسقاء، نتيجة الاستسقاء، أو يكون عندي نتيجة الفيتس، يعني البيشنت تكون pregnant فيصير عندي abdominal distension. الموضوع الوراء اللي هو alternated bowel habit، يعني تغير في عادة الأمعاء. أول شيء هو يكون ثلاث مرات، يعني خروج الفضلات رح يكون ثلاث مرات كل يوم، يعني باليوم ثلاث مرات، أو يكون مرة واحدة كل ثلاثة أيام. هذه الحالة تعتبر normal، تعتبر طبيعية. أو ممكن يكون constipation، أو تكون يعني حالة الإمساك اللي هي in frequent passage of the hard stool، يعني يكون الفضلات قوية فتكون هو هاي حالة الإمساك، فهذا هو واحد من تغيرات في عادة الأمعاء. أو يكون impaired mobility، يعني فتحركة إعاقة بالحركة، أو يكون physical obstruction، أو يكون نتيجة للدياريا frequent passage of the loose stool، أو impair طبعا water absorption، يعني تكون عندي خطأ أو إعاقة في عملية امتصاص الماء. هاي كلها سبب عندي alternated bowel، هذا التغير في عادة الأمعاء. rectal bleeding يعني خروج الدم من جهة الشرج الريكتال، هاي هي تكون سببها اللي هو المستقيم، العفو، نزيف المستقيم. هو يكون الفريش ريكتال بليدينج هي تكون بسبب أول شيء الهاموريسيس، يعني الهاموريدس، هي تكون سببها فد نزيف، أو سببها الأنال فيشر، يعني فتشق موجود عندي بي الشرج، أو تكون سببها الكولوريكتال كانسر، سببها فد الكانسر اللي يصير عندي بالقولون والمستقيم، أو يكون سببها الاي بي دي واللي هي عبارة عن inflammation bowel disease، أو يكون سببها الميلانيا اللي هو عبارة عندي عن الموست كيسز ممكن السبب عندي ميلانيا اللي هي خروج، يعني واحدة من المسببات خروج الدم هي البيبتيك ألسر، وجود عندي بيبتيك ألسر واللي هي يقولك blood losses in the upper GIT، فقدان الدم من الأبر جي اي تي tract. أما بالنسبة للموضوع الأخير اللي هو الجاندس اللي هو اليرقان، كمختصر مفيد إليه هو عبارة عن نيولر ديسكلوريشن اللي حيصير عندي بالسكين، والسبب مات شنو؟ السبب مات هو انكريز بالليفل مات البيلوروبين، وبالتالي لح يسبب عندي هذا الاصفرار اللي يصير بالجلد، والعين لح تكون بيضة، والبيشن بهذه الحالة ما لح يموت أو